يا إخواني الكرام، اليوم تحدثت لكم في فيديو حول تونس. تونس وما يحدث فيها وهذه الانتخابات بين ظفرين التي سموها انتخابات، والغريب فيها أنا ذكرت أنهم ثلاثة من هنا وثلاثة من الجزائر، والغريبة أنه أحد اللي ذكروا نسبة المشاركة تبعه في الانتخابات هو محبوس ومحكوم عليه بالسجن. تخيل هذه المهزلة التي لا تراها إلا في تونس اللي أصبحت مزرعة خلفية للمخابرات الجزائرية. يتصل بي مصدر من الجزائر. هذا المصدر قال لي أنه قبل أن يعلن قيس عن موعد الانتخابات حدث اجتماع. هذا الاجتماع ضم عناصر من المخابرات الجزائرية وعناصر من الأجهزة الأمنية التونسية الذين كانوا في زيارة إلى الجزائر والتقوا، وهذا اللقاء كان حول الانتخابات. فمن بين المقترحات التي قدمت لهم من الجزائر أنه يجب أن يترشح قيس سعيد، ويجب أن تكون نسبة المشاركة قوية، يجب أن تكون نسبة الفوز نتاعه أقوى، ما يجب إبعاد النهضة وكل من له علاقة بالثورة يجب إبعادهم، والجزائر راهي مستعدة للدعم لدعم تونس وما إلى ذلك من هذه الأمور. فالمسلسل عندما قلت لكم قدمت لكم تلك المقارنات وأوجه الشبه ما بين الحالتين والمشهدين في الدولتين، قلت لكم أنه المخرج واحد. والحقيقة لما بثيت الحلقة هناك اتصل بي من الجزائر وقال لي أنهم الأمور راهي طبقت في الجزائر عن طريق الأجهزة وتحت رعاية الجهاز الجزائري. لذلك هذه معلومة من مصدر موثوق مطلع، وهذا الكلام تردد كثير وسمع أيضا من أطراف أخرى يتردد على ألسنة بعض الضباط في نادي الجيش. هذا الذي حدث، يعني تونس الياسمين، تونس الثورة، تونس التي أعطت نموذجا في ثورة سلمية ناجحة في ظل الفوضى العارمة والحروب التي عرفتها ما سميت ثورات الربيع العربي، تعطي هذا النموذج، تنتهي هذه النهاية البائسة. عندما كنت أحذركم من قبل أي توانسة من النظام الجزائري ما صدقتوه، ووصلوكم إلى حال أن قيس سعيد يخسر علاقاته مع المغرب ويستقبل ذلك الحرامي ويسمى إبراهيم غالي، وهو غالي عند الجزائريين وعلى حساب الخزينة العمومية، وهو رخيص لا قيمة له في المحافل الأخرى، يستقبل بالسجاد الأحمر على أساس رئيس جمهورية لا تعترف بها تونس أصلا. والله أنه سيعبث بكم العسكر أيما عبث إذا لم يخرج الشعب التونسي وينهي هذه الحالة. قال والله في عهد بن علي ما كانت تونس عندها هذه التبعية المطلقة للنظام العسكري في الجزائر، ما كانت عند هذه التبعية، وعرفت يعني تونس لم تعرف قوة ومرحلة قوة داخلية وقوة خارجية مثل مرحلة ما بعد الثورة، الثورة ثم ما بعد، رجعت تونس هيبتها وصارت تذكر في المحافل الدولية بقيمتها التي صنعتها من خلال ثورة شعبها. لذلك قوة الدولة لا تصنعها الجغرافيا الواسعة، وش راح تدير بدار قصر وانت رخيص عند جيرانك وعند أهلك، وكاين ناس تلقاه عنده استوديو قيمته كبيرة في كل المحافل. نفس الشيء على مستوى السياسة، هذا الحال هو نفسه. قطر دولة، قطر هي الدوحة والدوحة هي الجزيرة، ورغم أنها دولة صغيرة جغرافياً إلا أنها أصبحت عندها هيمنة على ديمغرافية العالم. هيمنة تعرف، خليني ما نكون بهذا المطلق، ولكن أرادت لها بعض القوى أن تعطيها هذا الدور، ولكن المهم هي تحقق في مصالحها رغم أنها صغيرة جغرافيا. الجزائر أكبر دولة مساحة في العالم العربي بعد ما تفكك السودان وكذا، وبقات هي السعودية من الدول الكبرى جغرافيا. بهذه المساحة الشاسعة دولة ما عندهاش حتى تأثير، ما عندها ولا قيمة في الساحة الدولية ولا أي شيء، واللي يقول لكم غير هذا فهو كذاب. يا جزائر ما تخليني، ما تصدقني أنا عندما نقول لك راهي الجزائر ما عندهاش قيمة،
ولا تصدق نظام العسكر عندما يجي ويكذب عليك ويقول لك أن الجزائر صارت عندها هيبة في المحافل الدولية. أتدري من تصدق؟ صدق جواز سفرك وعمرك، هذا مش شيئين. شوف جواز سفرك من هي الدول اللي تستطيع تمشي لها بدون تأشيرة، وشوف العملة نتاعك ما هي قيمتها خارج حدودها. قيمة العملة الجزائرية خارج الحدود لا تباع. ورق الحمامات لو تأخذ من الجزائر ورق الحمام يباع في الخارج، لكن العملة الجزائرية تخرج خارج الحدود تموت. هذه أولا. ثانيا الآن راهي وصلت تجاوزت 26 يعني 2 ملايين و100 أورو، دير 2 ملايين و600 وراهي تطلع ممكن توصل حتى 3 ملايين في نهاية أكتوبر أو في ديسمبر. هذه هي، ما تصدق ليش، ما تحكي ليش، تحكي لي حتى شيء. شوف هذه، هذا مؤثرين يدل على أنك عندك دبلوماسية قوية، أن بلدك في نظر دول العالم دولة ذات ثقل، دون ذلك فهو وهم كبير، فهو وهم كبير. تجي وتحكي لي على أن تونس ألا كذا، لأنه يعني صراحة، وهنا خليني وأنا يعني أرسلت هذه المداخلة تبعي اليوم، أرسلتها للرئيس السابق منصف المرزوقي، وأرسل لي رسالة فيها شكر، وأكد بأنه ما من شك أن الاستبداد الجزائري والتونسي حليفان، لذلك على القوى الديمقراطية المغاربية العمل المشترك. حقيقة كلمة في فحواها وقيمتها. هذا رد الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي قد تختلفون معه في أمور وقد تتفقون معه في أمور، لكن الذي لا يمكن أن تختلفوا فيه معه أنه جسد الديمقراطية الحقيقية، أنه كان ديمقراطي بمعنى الكلمة ولم يكن ديكتاتوري، رغم أنه ثورات في بدايتها تحتاج إلى نوع من الديكتاتورية والاستبداد مع الدول العميقة للأنظمة المستبدة الساقطة، ولكن رغم ذلك لم يقف على هذا وحافظ على إيمانه بحقوق الإنسان، وانتهى المشوار إلى هذه المؤامرة التي كادت للثورة التونسية للأسف الشديد. كيد النظام الجزائري في المنطقة المغربية واضح، لا يريد دولة مستقرة. النظام الجزائري مش يريد، يريد دول المغربية كلها مفككة ومفتتة. المغرب عنده مشكلة انفصالية وحابين يزيدوا يصنعوا له مشكلة انفصالية، لأنه عقدتهم هو المغرب، لأن المغرب أكبر دولة، راه النظام الجزائري عنده عقدة منه منذ الاستقلال تتعلق بالحدود وتتعلق بالوجود، أيضا وجود الثورة داخل المغرب، وطبعا ثوار مزيفون دائما ينتقمون من الدول التي تدعمهم، تدعم الثورة التي زعموا أنهم ينتمون إليها. هذا الذي حدث، عندهم عقدة من المغرب. موريتانيا بالنسبة لهم دولة صغيرة، راهي دائما تحت جناح الجزائر. تونس نجحت فيها تجربة ثورة اليسارين فكادوا لها ودمروها، ووصلوا حتى لعبت المخابرات أدوار قذرة في عمليات إرهابية قذرة جدا. هذا اللي حدث. ليبيا لعبت الجزائر دور ولم تساعد آنذاك ليبيا، وكان من الممكن أن تلعب دور وما تخلي حلف الناتو يتدخل وينهي حكم القذافي بهذه الطريقة. دولة غارقة في مشاكلها الداخلية، وانتبهوا، قد انتبهوا أهل ليبيا، ولذلك ما خلوا النظام الجزائري أنه يلعب لهم في المشهد كما يريد. لذلك وش يحبهم؟ يريدون أن تبقى الجزائر فقط مستقرة آمنة، هكذا ما فيها حتى شيء. ويشاء ربك أنه أول دولة شربت من أقداح الحرب الأهلية هي الجزائر. لا نقولها ذلك تشفيا، فقد فقدنا أقاربنا وفقدنا أهالينا وفقدنا أحبتنا بسبب بطش العسكر وبسبب إرهاب الجماعات والتنظيمات المسلحة، هذه الحقيقة. ولكن شاء ربك أنه يشربهم من القدح وأشربوا بلدهم، يعني الأشياء اللي خططوا فيها للدول الأخرى من أجل نشر العنف والحروب والصراعات الداخلية، شاء ربك أنه تندلع داخل الجزائر ويشرب الجزائريون بسبب هذا الظلم الذي قام به النظام من أقداح القتل والدمار وما إلى ذلك من هذه الأمور. إذن تونس لن يتركها نظام العسكر تستقر، وإذا أرادت تونس أن تعيش استقرارا أو أي دولة، لا تفتح المجال لنظام العسكر أن يتدخل في شؤونكم.
فوربي إنه فعل فينا كجزائريين ما يلد له الجبين، وخرب ودمر وجعل وطننا متخلفا ومنهوبا ومسروقا وبلا قيمة ولا قام ولا مقام ولا قيم أيضا بين الشعوب والأمم. هذه الحقيقة فاحذروا، فاحذروا، لا تتركوهم يدخلون بينكم، فوالله إن دخلوا بينكم أهلكوكم وجعلوا صغيركم لا يحترم كبيركم وكبيركم يبيد صغيركم وما إلى ذلك من هذا الأمور. فخطرهم على الجغرافيا وعلى الديموغرافيا كبير. وإذا لم تصدقوني انتظروا، الأيام ستبدي لكم ما تجهلون، وحينها ستعلمون أنكم راهنتم على حصان أم حمار. والقادم صدقوني سترونه رأي العين. وض 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 كلا.